كفايه اللي عندك، شو هنحضر؟ هول تحينوف هاتس ميني. شو وحده؟ هيدا الفرن. هيوج. هات اوضه النوم. كم نوع لحم بعجين عندك؟ شي 8. شو هن؟ مع الباذنجان، مع دبس الرمان، مع اللبن، مع السجق، مع البطاطا، مع مشروم. هول يقول الاوريجينال العادي اللي كلهم بيسموها لحم بعجين. هي فيجيتيريان اجمالا لانه عندي كثير اجانب. ما فيها لحمه؟ ابدا. لحمة بعجين بلا لحمة. أيوة. شو بتحط لها؟ هي بطاطا وبندورة، بصل أخضر مش بصل عادي، شوي توم فيها أكيد بدي كلهم هول لأنه فايت العالم، ما بتحر ما بد بندورة. عمول عادي حتى باذنجان، بدنا نحط باذنجان فيها تناكله. صار إيديك مثل الميزان تشيل الكمية المضبوطة يعني. إي والله. كم سنة صار لك هون؟ صراحة على الأكيد شي 30 32 سنة. في بيا قبل؟ من جدي. جدك بيي فلان. أنا اشتغلت مع جدي شي 25 سنة مع بعض. دبس رمان. هاي السجق. هاي الأوريجينال. هلا عم بيطلع مع البطاطا. أول ما تعرفت عليك كانت أول مرة باكل لحم عجين مع باذنجان. مع باذنجان صح. ونحن جمالا السبيسياليتي عندنا الأرمن لحم عجين بناكلهم مع الباذنجان. حتى أنا صاروا أولادي إذا ما في باذنجان ما بيهم اللحم عجين معهم. والزبونات كثير تعودوا تياكلوا لحم عجين مع الباذنجان وصار عم بيحبوا كثير. نعنا صار قشطة اللحم بعجين بهالشكل. هاي حامض عليه بس منكتر على الملابس. هاي ملابس. والمهم كتير الحر. هيك منلفهم. بيتحمص شوي بالفرن. هاي البطاطا. هاي لحم عجين العادية مع الباذنجان. مع الباذنجان هاي. تفضل. بيجي بقعد هون على الشباك. أول مرة هيك كثير بصراحة. وباكل لحم عجين رقة مثل الورقة. أطراف مثل البسكويت. وبقلبها لحمة مع دبس الرمان. هيدي اللي بحبها كثير. تعقل. هلا رح نعمل تاينوفات خبز بالطحين. صح هلا رح نعمل تاينوفات. هلا التاينوفات ليه حاب فرجيز كيف بيعملوا؟ لانه نحن مشهورين فيها هاي. يعني اللي بيجوا من السفر مجبورين بدهم ياكلوا خبز بالطحينه معهم. هيك نفتح العجين. من زمان كان يفتحوا مدور لانه ما كان في ماكينات يفتحوا بالايد يبخشوا بالنص بعدين يعملوا الخبز بالحينه. هلا نحن تطورنا شوي صرنا نسرع فيها بنفتح توي بنحل عليه طحينه. في ناس بيسالوني خبز بالحينه هيك بيصير لانه مش شايفين كيف منبلش فيها انما بس بيكون حاضر وبيصير ياكلوا دغري. هلا عليه السكر. هلا
90% كلهم بيحطوا قرفي عليه، بس نحن واحدين نعمله بلا قرفي. ولا عجين المعجنات ولا زعتر وجبنه، هي بيكون عجينه كثير 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 طريه. هلا مثلا انا ما كان حضر العجين، عملته بعجين لحم عجين، فبس فرجيكم كيف بيصيروا الفرق. هيك منبرمهم، نكبس عليه، بنخلي على جنب. هي اول واحد، هيك منبلش فيها. هلا رح نفتحهم بالخشب. هاي دور فيها هاي الخشب اللي بنحكي عنه، هاي لجدي بعده ولهلا عم حافظ عليه، وما بقى عندي سكريت فيها كتير. هو صار تعبان صراحة، بده تغيير، بس ما عم غير لأنه عنده شغلات غير ما عم حس فيها بأيام جدي كان كيف يشتغل. مرة كسروا لي إيه، اتضايقت كتير لأنه هاي ذكرى من جدي، اشتغل مع هاي خشب أكتر من 20 سنة ولهلا أنا عم بشتغل معه. والفتحة مع الخشب صعب، مش معنى مش هيك كلهم بيفتحوا بالماكينة. نخبزوا بلا نار لأنه كمان عم بقول كلهم بيخبزوا مع النار، بيضلوا جوا عجين. نحن بنطفي الفرن بحرارة الحجر، لازم ينخبز الخبز بالطحينة. هو يصير الخبز بالطحينة هيك ما بندهنه شيء، مثل ما هو أصلا بيتحمر لأنه فيه سكر وطحينة. وهي الخبز بطحينة تاينوهات الأرمنية.